ناخد فاكس من فاكستك؟ خدي. طيب اسمح لي اخد اول فاكس كده. يعني النجمة والمذيعة صاحبة أروع ابتسامة، شكرا صفاء بسعود، بنحبك كتير كتير على حلقات برنامجك الجميل ساعة صفاء، وأهلا بسمورة معانا في ساعة صفاء. أرغب في أن أسأله، لا تخشى على فطوطة بعد رحيل والده الشرعي الأستاذ فهمي عبد الحميد؟ يا سمورة أنت مجازف، وهل حقيقي أنك رفضت اشتراك النجمة هالة صدقي معك في فطوطة الجديد بسبب إصرارها على كتابة اسمها قبل اسمك؟ عموما فطوطة وحشنا كتير، ونحن في انتظار سمير علي حسن المعادي القاهرة. لا هو طبعا أنا لا أخشى على فطوطة إطلاقا، طالما أنا موجود أنا فطوطة. أيوة. يعني واخد بالك؟ فطبعا بعد رحيل الأستاذ فهمي عبد الحميد أنا جبت ابنه اللي هو وائل، ووائل يمثل الموجة الشبابية الجديدة. حتى ما رضيتش أعترض له في أي طلبات طالبها هو. نعم. طالب مدرب رأس جديد، مع أن أنا دايما بحب دايما الأستاذ حسن عفيفي لأن تاريخ معايا، ما خليته هو يشتغل براحته. وجاب مين المدرب اللي معاك؟ لا أصلا ما عملش استعراضات يعني، بس هو جاب ولد شاب جديد كده ظريف كويس، عمل تتر ظريف، وحتى جبت أخوه اللي هو محمد عمل اللحن بتاع المقدمة ونجح فيها جدا جدا جدا. يعني أنا اللحن بسمعه بردده أوتوماتيكلي يعني. فسبته يشتغل براحته خالص، فما فيش خوف على فطوطة إطلاقا، بالعكس ده في حاجات تانية لسه محضرينها الفطوطة حلوة، بس أما نشوف التجربة اللي احنا عملناها، وأنا بعتبرها تجربة بسيطة ومتواضعة جدا يعني، ما حصلش فيها فرد عضلات إطلاقاً. هو طبعا الحقيقه التجربه بالتحديد ناجحه، الحمد لله. يعني عامله الحمد لله نجاح مع جمهور، واستمتعنا بيها والناس جدا يعني، الناس جريت على وسط الفطار تتفرج على فطوطه حقيقه. بالنسبه لحكايه الفنانه هاله صدقي، ما اعتقدش طبعا هاله صدقي دي اختي وصديقتي وحبيبتي يعني، وتلميذتي برضه يعني، كمان. انا اكبر منها بكتير وهي بتسمع كلامي والله بس اعتقد 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 يعني، انا ما اعرفش الحكايه ايه، بس اعتقد ان الفنانه هاله كانت مشغوله او مرتبطه باعمال يعني. ده السبب مش موضوع الاسم؟ لا 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 ما اعتقدش الاسم، مش الاسم. لا ما اصل يعني انا فطوطه، فمش ممكن هاله هتقول اسمي او يعني، وانا عموما برضو ما بتدخلش في دي، بسيبها لتقدير الفنانه واحساسها يعني. بس هو فعلا يعني اللي انا عرفته، انا شخصيا ما شفتهاش خالص ولا يعني، اتكلمت معاها. كانت مرشحه بس كانت مرشحه، بس اللي عرفته ان كانت مواعيدها مش مظبوطه مع مواعيد المسلسل. فكانت مرتبطه وهتسافر امريكا وحاجه كده يعني. يعني انت مش دبلوماسي في الاجابه دي؟ لا والله انا شيء دي تورت الجوابات احنا ساعه ما قلنا سمير غانم جاي كميه جوابات فظيعه جات لنا، اسمح لي اختار لك كده جوابين ثلاثه بس منهم. اتفضلي قولي رايك. نبتدي بده؟ ممكن. تجاوبني بصراحه وترد عليهم. الجواب بيقول: النجمة الجميلة المذيعة خفيفة الظل صفاء بسعود، شكرا جزيلا، بلا شك ستكون حلقة رائعة لأنها ستذكرنا بأروع وأخف ثنائي ناجح أمتعنا من خلال الموسيقى في الحي الشرقي. والله زمان يا سمير ويا صفاء. مرحبا بك يا سمورة، ودعني أسألكم سريعا، منذ موسيقى في الحي الشرقي حتى الآن، هل حقق كل منكم ما كان يتمناه ويخططه لنفسه؟ وياريت كل واحد منكم يحكي ماذا تغير في الآخر منذ موسيقى في الحي الشرقي حتى الآن. في أسئلة تانية يا سمير، نجاوب ده وبعدين نكمل؟ تالي سؤال سؤال. نقول سؤال سؤال. أي. إيه رأيك؟ هو اللي اتغير فيا يعني من الموسيقى؟ هو طبعا انا في وسط البرنامج حصل تغيير، لاني كنت من غير بالطو، دلوقتي لبست بالطو يعني، شوف حتى برنامج، فما بالك بقى من كام سنه. فلازم يحصل تغيير. بس هو اللي انا اقوله كلمه مختصره عن موسيقى في الحي الشرقي، انها من اجمل المسرحيات اللي انا بعتز بيها، لان كانت بدايه ظهوري
وبداية انطلاقة لي أنا على المسرح كسمير غانم يعني، لأن كنت أول مرة أحس إن أنا أقف أقول مشاهد مرتجلة. حتى لو فاكرة أنت حضرتك كنت بتضحكي في حتت كنت بوظ لي حاجه، كان اصلا كانت حاجه الحقيقه برضو الواحد يذكرها. يعني انا عايز اقول المشيكه برضو في الحي الشرقي كانت بالنسبه لي نقطه مهمه جدا، انما كان سمير عامل حاجه جديده في المسرح، ان هو كان يقول حاجات بتفاجئنا وما شفناهاش في مسرحيات قبل كده، فما كنتش بقدر امسك نفسي، وكتير قوي كنت بضطر اسكت وازعق كتير، وبلاقي نفسي بزعق في المسرحيه دي بالذات عشان اغطي ان انا عايزه اضحك. مشهد المطربين وانا بحكي لك على ان ازاي تعليم البنات مزيكا، وانا بناتي ما يتعلموش مزيكا، وببتدي احكي على كل المطربين وانت مخضوضه وتقول يا سلام وازعق يا سلام، واقول لك على محمد طه وعبد الحليم كان مشهد جميل جدا. فالمسرحية دي الحقيقة أنا بعتز بيها لغاية دلوقتي. كون بقى اللي حصل تغيير طبعا أكيد يعني حصل تغيير وحصل يعني تطور. أنا لا كبرت لا لا كنت بقى لسه شاب صغنن بقى وطايح على المسرح، بس الحمد لله ما فرقتش كتير، ما فرقتش كتير يعني ما فرقتش كتير.